غزالاتي، اش اخباركم؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده بحول الله. اليوم انا خارجه لي صورت انتما معايا، نتمنى لكم بون ويكاند وما يرفد علينا هذا البلاء ان شاء الله. يلا معايا على بركه الله. غزالاتي كيف ما كتشوفوا انا دخلت لواحد المحل زوين 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 بزاف بزاف، على اساس فيه تريات، فيه لي زاكسسوار ديال الحمامات، يعني محل هائل زوين 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 بزاف، فيه تريات اخر ما كاين، يعني رائع زوين بزاف. يلا هم تعو عينيكم معايا. وبالنسبه لهذا المحل اللي بغا سال البنات العنوان ديالو، اللي بغات تاخذ منه شي مسائل، اللي عجبتها شي حاجه، تواصل معايا لي كومونتير، اكيد غادي نصيفطها للمحل. راه زوين زوين بزاف، ويعني فيه ماشي غير تريات، فيه زاكسسوار الحمام، فيه اي حاجه تخطر لكم على بالكم، زوين بزاف هائل. يلا متعوا لي عينيكم، يلا ها نتوما معايا. ابخي غتشوفوا معايا مناظر زوينه ان شاء الله، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله لا فيديو يعجبكم، وها نتوما معايا حتى الاخر ان شاء الله.
غزالتين، نتمنىكم تكونوا تساليتوا معايا شويه في هذا لا فيديو. الى اللقاء، الى فيديو اخر بحول الله. تحياتي لكم جميعا. بون ويكاند، باي باي، الى اللقاء.